كورونا تزيد أثرياء أمريكا ثراء. 8 من أصحاب المليارات الأمريكيين من بينهم عمالقة التكنولوجيا سجل ثرواتهم في الأسابيع الماضية قفزة واسعة. تقرير جديد نشره معهد الدراسات السياسية IPS كشف أن صافي ثروات أصحاب المليارات الأمريكيين زادت بنسبة 10% خلال أزمة كورونا. وأظهر التقرير أنه على مدى 11 أسبوعاً زادت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بنحو 36 ملياراً و200 مليون دولار، فيما زادت ثروة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بنحو 30 ملياراً و100 مليون دولار. كما ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بنحو 14 ملياراً و100 مليون. بالمقابل أشار التقرير إلى أن ازدياد ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين جاء في حين يتجه نحو 22 مليون أمريكي للبقاء بدون عمل، وحتى في الوقت الذي واجه الاقتصاد أوسع ركود. ملوك الشيخ، العربية.